ما يشهده العالم حاليا يعد متناقضا بشكل مطلق لمقاصد الميثاق الأممي بالنظر لما تعانيه اليوم كل من المرأة الفلسطينية في غزة جراء العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك المرأة الصحراوية نتيجة استمرار الاحتلال المغربي في قمع المناضلات الصحراويات خلال المظاهرات السلمية المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير حقه في المصير. وعلى ذكر المنظمة الأممية، فإن الجزائر التي تم انتخابها بجدارة واستحقاق لشغل منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة خلال الفترة 2024-2025 وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تعتزم إدراج موضوع المرأة والسلم والأمن كأحد الأولويات التي ستصبو إلى تحقيقها، وستساهم بلا هوادة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن في تعزيز دور ومكانة المرأة في مجالي السلم والأمن. ونحن نشهد اليوم أبشع الانتهاكات الإنسانية في حق إخواننا الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال، بجرائم إبادة جماعية تستدعي حشد وتوحيد الجهود الدولية لوقفها في إطار التضامن الإنساني، وهو ما تسعى الجزائر جاهدة لتحقيقه عبر عضويتها بمجلس الأمن، لا سيما من خلال تجسيد فحوى القرار الأممي 1325 حول المرأة، السلام والأمن، وتعزيز المشاركة والوقاية والحماية للمرأة في جميع الأزمات والأوقات والأوضاع، فضلاً عن الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري لإخواننا الفلسطينيين. فإننا نعتز وبكل فخر بالمكانة المرموقة التي اكتسبتها المرأة الجزائرية عبر نضالاتها في جل الميادين، متخذة أسلافها من الشهيدات والمجاهدات نموذجاً لمواصلة مسيرة التشييد بنفس العزيمة، باعتبارها قيماً متجدرة في مجتمعنا، لتبقى الجزائر ببناتها وأبنائها شامخة بتاريخها، متقدمة بعلمها، مزدهرة باقتصادها، ومتألقة بدبلوماسيتها، لا سيما في مجال المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين.